اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث، وحشتوني كتير وراجعين بعد نص السنه. اكيد راجعين بكل حيويه ونشاط مع اقوى سلسله مراجعه وتوقعات من قناتنا المتميزه قناه مصر للتعليم الفني. كل ما هو طريق النجاح من خلال قناتنا قناه مصر للتعليم الفني. النهارده ان شاء الله بعد ما سبناكم فتره طويله هنرجع تاني مع بعض. اتكلمنا في الترم الاولاني عن جريمة الرشوة، واتكلمنا عن جرائم امن الدولة من جهة الداخل ومن جهة الخارج. النهاردة راجعين مع جريمة جديدة الترم التاني، وجرائم الترم التاني كلها تشويق. انا بسمي مادة قانون العقوبات مادة قانون الحياة، لان من خلاله يا شطار احنا بنتعلم كل حاجة جديدة في حياتنا، بنعرف كل حاجة عن حياتنا بس عن طريق القانون. والنهاردة هنتكلم عن جريمة النصب. جريمة النصب دي أنا بسمي المجرم أو الجاني فيها الجاني الذكي، اللي هو بيخدع الضحية بتاعته اللي هو الطماع. فعشان كده دايما النصاب بيدور على الطماع علشان خاطر يضحك عليه ويستفزه. طب لو جينا النهاردة اتكلمنا كده بداية كلامنا عن جريمة النصب، يا ترى هي ايه وايه تعريفها؟ طبعا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان اي جريمه لازم بيبقى ليها ايه يا شطار؟ برافو، انا سامعه الناس بترد عليا، فاكرين من الترم الثاني راجعين ومذاكرين كمان، برافو عليكم. قلت اي جريمه عندي لازم يبقى ليها تعريف واركان وعقوبه، وقلت ده زي مساله الرياضه، جرائم قانون العقوبات عندي كاني بحل مساله رياضه، بدخل على نص الماده وبعد كده بحفظ تعريف الماده وبحفظ بعد كده ايه هو الركن المادي وايه هو الركن المعنوي. وقلت في اي جريمه في الدنيا عندي ليها ركنين، ركن مادي وركن معنوي، ممكن ازود على الاركان دي، لكن ان هم ينقصوا لا، ما ينفعش ينقصوا لا الركن المادي ولا الركن المعنوي. والعقوبه طبعا اي حد عندي بيرتكب فعل او سلوك ضار بالمجتمع او سلوك اجرامي لازم بتكون في النهايه ليه عقوبه، مش بنسيبه كده، لازم في القانون بياخد مجراه معاه، سواء كان هل هو الجاني ده كان غني او فقير لازم بطبق عليه العقوبة وفقا للقانون، لان زي ما احنا عارفين ان احنا دولة مؤسسات قانونية، فلازم القانون ياخد مجراه. طب لو جينا شطار نبص مع بعض كده على الشاشة، ايه هو تعريف جريمة النصب؟ قال لي تعريف جريمة النصب هو استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس، استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس التي حددها القانون على سبيل الحصر لحمل المجني عليه على تسليمه مال منقول مملوك له أو للغير. لو جينا مسكنا التعريف ده واحدة واحدة، قال لي أول حاجة هنا عندي على الشاشة استعمال الجاني، يعني الجاني بيحاول ينصب على الضحية اللي قدامه بان هو بيستخدم وسيلة من وسائل التدليس. يعني ايه التدليس؟ ان انا بدلس، بكذب، بغش الطرف اللي قدامي، بتحايل عليه، يبقى ده بسميه ايه؟ تدليس. ان انا بخدعك، بوهمك بحاجة غير الواقع، كل ده بسميه عندي وسيلة من وسائل التدليس. سواء ان انا بقى الكذب ده كان عن طريق ان انا بنتحل صفة حد من صفة واحد يلبس دكتور ويدخل على الضحية بتاعته ويوهمه ان هو دكتور، واحد يبقى معاه لابتوب وعربية احدث موديل ويعمل نفسه رجل اعمال عشان يخدع الضحية اللي قدامه، يبقى ده كله بسميه تدليس، ان انا بكذب على الضحية، سواء كان التدليس بالشكل المظهر او من خلال الاوراق، ان انا بزور اوراق رسمية عشان الطرف اللي قدامي يصدقني ان انا بنتحل شخصية الطرف التاني ده، او الـ يعني اتخيل ان انا شخص بس مش هو اللي في الحقيقة. طب نرجع تاني للشاشة، لو قلنا هو ايه؟ استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس، يعني انا بستخدم وسيلة عشان ادلس او اغش بيها، التي حددها القانون. يعني في حاجات محددها للقانون بيقول لي دي تعتبر وسيلة من وسائل التدليس على سبيل الحصر، يعني القانون حصرها، حطها في أمثلة معينة، حط لها نماذج معينة، اللي هي دي الوسائل اللي أنا بستخدمها إن أنا أدلس على الضحية اللي قدامي أو المجني عليه، لحمل المجني عليه على تسليمه مال منقول مملوك له أو للغير، إن أنا بخدعه علشان خاطر أضحك عليه واخد كل الفلوس اللي معاه، وبشرط إن المال ده يكون إيه؟ مال منقول. ونعرف كويس جدا فرق بين المال المنقول وبين العقار.
العقار أي شيء ثابت على الأرض ما بيتحركش، يعني العمارة عقار، المحل عقار، لكن أي حاجة بتتحرك عندي فهي منقول. عندي مثلا المكتب منقول، اللابتوب منقول، الكاميرا اللي قدامي بتتحرك منقول، الشاشة اللي انت بتتفرج عليها منقول. يبقى أي حاجة بتتحرك أنا بسميها منقول. فهنا الجاني بيضحك على المجني عليه، بيخليه هو اللي يطلع كل الفلوس اللي في جيبه. وده طبعا يعني هقول لكم مشهد تمثيلي ده، لو كلكم اتفرجتوا مسلسل او فيلم، قصدي الزعيم عادل امام عصابة حمادة وتوتو، لما جه هو ومراته وتنكروا في لبس جماعة افريقيين ودخلوا المدرسة عشان يتحايلوا على المدرسة وياخدوا مصاريف الطلاب. المصاريف اللي اخدوها دي او الفلوس اللي اخدوها دي هي دي المال المنقول. طب الانتحال اللي هم عملوه ان هم لبسوا لبس الافارقه ده بسميه وسيله من وسائل التدليس اللي كنا بنشرحها من شويه. يبقى تاني انا عايزاك تحفظ التعريف. لو جينا بصينا على الشاشه، تعريف النصب هو استعمال الجاني وسيله من وسائل التدليس، وسيله من وسائل التدليس التي حددها القانون على سبيل الحصر لحمل المجني عليه على تسليمه مال منقول مملوك له او للغير. يعني سواء كان المال ده بتاعه هو او بتاع طرف تاني موكله ليه، بس هو ما قدرش يحافظ عليه. لو جينا اتكلمنا تاني حاجة، هنتكلم عن اركان الجريمة. اركان الجريمة عندي يا شطار، قلت اي جريمة في الدنيا ليها ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي بيتمثل عندي في تنفيذ اداء الجريمة. مجرد ما الجاني يبدأ في التنفيذ فأنا بيتوافر عندي الركن المادي. يعني مجرد ما سلوك الجاني، أنا رحت ولبست لبس، انتحلت شخصية دكتور، انتحلت شخصية رجل أعمال، انتحلت شخصية طبيب، أيا كان مدرس، قصدي أيا كان الشخصية اللي أنا هنتحلها أو اللي أنا همثل إن هي ودي تبقى مش حقيقتي في الواقع. فده أنا مجرد ما لبست الباروكة وغيرت لون وشي، غيرت لون عيني، لبست لينسز، واتيفر، يعني اي حاجه انا عملتها عشان خاطر اخدع الضحيه اللي قدامي، فده انا بسميه الركن المادي توفر عندي. بدات في فعل الجريمه، مجرد ما اخدت الفلوس من الضحيه، اخدت المال المنقول منه، بدا عندي السلوك المادي يتوفر او الركن المادي عندي بيتوفر. طب قال لي ايه هو عندي الركن المادي؟ قال لي هو اتجاه سلوك الجاني، يعني الجاني بيتجه الى استخدام وسائل التدليس. يعني مجرد ما بيتحرك زي ما قلت لكم على اساس ان هو يخضع الضحية اللي قدامه ويبدأ في التنفيذ في الخطوات، ياخده معاه يركبه العربية ويقول له ايه رأيك في الفيلا دي، انا هبيع لك الفيلا دي. وطبعا الرجل ينبهر بالفيلا، الفيلا دي تمنها 2 مليون جنيه وهي تكون معدية 200 مليون جنيه. فانت لو بالعقل كده ازاي واحد هيبيع لك ده، او يجي واحد يقول لك تعالى هات المبلغ اللي معاك او الذهب اللي معاك وانا هحوله لك في ظرف شهر هخليه لك 3-4 مليون جنيه. مجرد ما انا اخدت منك الفلوس دي وضحكت عليك، وطبعا ده دايما النصاب بيلاقي طريقه عند الطماع، انت حاجة ما تعبتش فيها يبقى المفروض ما تدورش عليها، لكل مجتهد نصيب. مفروض انا طول ما الحمد لله عندي، بصحى الصبح كويس، ولادي بخير، انا كويس، صحتي كويسة، ده بالدنيا كلها، لكن ما اطمعش في حاجة مش ملكي. رزقي مكتوب لي وهيكون لي ومحدش هياخد رزقي غيري، فانا ما اطمعش في وسائل اقعد اعيش الوهم واعيش الخيال واقول والله انا بكرة الصبح هصحى ابقى ملياردير. ده طبعا في الوهم، انت ما تعبتش ولا عرفت ان انت تشقى على القرش ده، لازم تشقى عليه عشان خاطر ربنا يكافئك ويديك ده. فكون ان انت ما تعبتش وحابب بقى تضحك على نفسك يبقى انت اللي بتخدع نفسك. وفي قاعدة عندي في القانون، لا يجوز الجهل بالقانون. يعني انا طول ما ان انا هاجي اقول انا ما اعرفش ان ده كان في القانون نص المادة دي، لا، دي مشكلتك انت. انت المفروض كرجل قانون يبقى على دراية تامة بكل قوانين بلدك. يبقى قلت الركن المادي عندي هو اتجاه سلوك الجاني الى استخدام وسائل التدليس. طب الركن الثاني عندي اللي هو الركن المعنوي. قال لي الركن المعنوي عندي بيتخذ صورة القصد الجنائي. يعني ايه صورة القصد الجنائي؟ يعني ان انا بتتجه نيتي بالعلم والارادة، ان انا عارف ان انا لما هلبس اللبس ده، اما انا هتحايل واحط لينسز وهلبس لبس دكتور وهمسك السماعه بتاعت الدكتور، نيتي رايحه للفعل الوحش، للسلوك الوحش. فده اسمها ايه؟
اتجاه النيه، علم ان انا السلوك ده مخالف للقانون وبالرغم من كده بعمله، واتجاه ارادتي لده، انا عارف ان القانون بيعاقب على النصب، بس برضو انا في طمعي ان انا بقى اكون ثروه في وقت قياسي او وقت صغير من غير ما اتعب، وان انا اتحايل على الناس اجمع اكبر قدر. واحنا كنا بنشوف ان في عمليات نصب بتحصل كتيره على بعض الناس، بيضحك عليهم بمزاجهم لان هو حاسس او متخيل ان هو في يوم هيصحى من النوم يلاقي نفسه ملياردير. فانا طول ما اتجهت الركن المعنوي عندي العلم والاراده، اتجهت ارادتي للفعل او السلوك المخالف للقانون، يبقى توافر عندي الركن المعنوي. يبقى الركن المعنوي عندي بيتوافر امتى؟ بتوافر القصد الجنائي، اللي هو القصد الجنائي عندي اللي هم ايه؟ العلم والاراده. يبقى احنا لو جينا مسكناها كده زي ما قلت مساله رياضه، همسك تعريف النصب احفظه، بعد كده اعرف ايه هي اركان الجريمه، في ركن مادي وفي ركن معنوي. الركن المعنوي بيتوافر القصد الجنائي فيه بحاجتين، العلم بلس ايه؟ الاراده. لو جينا بصينا بعد كده نكمل الجريمه مع بعض على الشاشه، انا عندي السلوك الاجرامي ده عشان يتوافر عندي لازم يبقى فيه استيلاء على مال الغير، يعني اكون تحصلت بالفعل على الفلوس دي. الراجل اداني 1,000,000 جنيه وقال لي والله انا عايز اشتري الفيلا دي منك، معتقد ان الفيلا دي بتاعته وهو المالك بتاعتها بتاع الفيلا دي، لكن هو الراجل الفيلا مش بتاعته مأجرها، بس بيستخدمها ان هي وسيله من وسائل التدليس عشان يدلس بيها على الضحيه اللي قدامه. فالمال اللي هو بيستولى عليه ده قال له خد 1,000,000 جنيه دي عربون، 1,000,000 جنيه دي عندي هي الاستيلاء على مال الغير. الاستيلاء في ده بتوافر عندي في السلوك ايه؟ الاجرام، الاستيلاء على مال الغير. طب العلاقه السببيه اللي بتربط بين السلوك والنتيجه عندي ان مجرد ما انا اديت له الفلوس توافر عندي ان خلاص اصبح فيه كده جريمه النصب متوافره للاركان. نرجع تاني للشاشه. طيب التصرف قال لي الركن المادي عندي ايه؟ اهو قال لي التصرف في مال الغير. تاني حاجة اتخاذ اسم كاذب اللي لسه شرحناها من شوية، قلت ان انا بنتحل شخصية سواء كان ان انا بزور في الورق، بلبس لبس متنكر فيه في زي معين عشان خاطر اخدع اللي قدامي، يبقى ده اسمه انتحال او اسم كاذب. استعمال طرق احتيالية، اجيب عربية فخمة، اجيب موبايل احدث موبايل عشان ابهر بقى اللي قدامي. ما هو انا لو رايح بهدوم عاديه الراجل اللي قدامي هيقول لي انت ازاي ملياردير وانت لابس اللبس ده، انت بتضحك عليا، وهيكشفني زي ما بيقول. لكن لما انا ابقى رايح وراسم الدور عليه ولابس ومتانتك ولابس البدله وجايب العربيه على الجنطه احدث موديل ورايح له بالموبايل احدث موبايل، يبقى هو هيبقى في اعتقاده ان فعلا الراجل ده عنده نوع من الصدق وان اللي قدامي ده غني وهيخليني بقى هوب في حتة تانية. نرجع تاني هنا اهو، يبقى قلت السلوك الاجرامي بيتمثل في التصرف في مال الغير واتخاذ اسم كاذب واستعمال طرق احتيالية. طب لو جينا تاني حاجة عندي الكذب. الكذب بقى اللي هو ايه يا شطار تعريفه؟ ممكن يجي في الامتحان يقول لي عرف جريمة النصب مع ذكر أركانها، أو يجي يقول لي أكمل الكذب هو نقط. هاجي أقول له إيه؟ أبص على الشاشة أقول له هو الإدلاء بواقعة كاذبة، هو الإدلاء بواقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة. إن أنا اللي كنا لسه بنشرحه من شوية إن أنا بقول لك حاجة بلبسك الخيال او الكذبه بالحقيقه، بمزج لك الكذب بالواقع، بهيئ لك صوره غير الصوره الحقيقيه في الواقع. قلت لك ان انا هاخدك فيلا واوهمك انت شفت الفيلا قدام عينك فديك كده صوره حقيقيه، لكن هي الفيلا في الاصل مش بتاعته، الفيلا هو مأجرها. يبقى كده هو مزج الكذب بالواقع، ادلى بواقعه غير الواقعه الحقيقيه. يبقى لما يجي في الامتحان يقول لي اكمل الكذب هو نقط، هرد عليه على طول اقول ايه؟ اهو الناس حفظت، هو الادلاء بواقعه كاذبه في صوره واقعه صحيحه. او ممكن يجي يقول لي اكتب المصطلح القانوني، الادلاء بواقعه كاذبه في صوره واقعه صحيحه، هرد على طول عليه اقول له ايه؟ برافو عليكم، هقول له هو الكذب. نرجع تاني ده الكذب. طب التظاهر بمظاهر خارجيه يا ترى هي ايه؟ قال لي هي دعم الجاني ادعاءاته الكاذبة ببعض المظاهر الخارجية.
المظاهر الخارجية اللي احنا شرحناها ان هو هيجيب عربية، ده مظهر خارجي. هيلبس لبس كويس، هيلبس بدلة كويسة، هيلبس لبس سينيه، يبقى ده مظهر خارجي عشان هاخدك في مكتب وهيئ لك ان المكتب ده بتاعي، مكتب على النيل، وانت تعتقد وعمارة شيك جدا، تعتقد ان ده ايه، كل ده انا حاصل عليه من مجهودي وان انا فعلا راجل غني. يبقى ده هو دعم الجاني، ان انا بدعم بساند الادعاءات الكاذبه، النصب اللي انا بنصبه، النصبايه اللي انا بعملها من الاخر بسندها بادعاءات ايه؟ كاذبه مش حقيقيه. ما انا لو معايا الفلوس دي مش هدور على الراجل الغلبان ده عشان اخد منه ايه؟ القرشين اللي معاه. ببعض المظاهر الخارجيه، وعندي المظاهر الخارجيه بتتمثل في ايه يا شطار؟ قلت في العربيه، في المكتب، في الموبايل، يبقى كل دي بسميها ايه؟ مظاهر خارجيه. لو جينا رجعنا تاني، قال لي في تدخل الشخص لتأييد مزاعمه، يعني ايه؟ انا هستفاد من المظاهر دي ايه؟ ان هي هتساندني عشان أأيد المزاعم الغير حقيقية اللي انا بستخدمها عشان خاطر اضحك على الضحية او المجني عليه. طب القيام بأعمال مادية، الأعمال المادية اللي بتبقى في صورة ايه؟ ان انا باخدك مطعم شيك واكلك اكلة حلوة واقول لك المطعم ده بتاعي، وايه رايك في اكل المطعم ده، وانت يعجبك الاكل وخلاص كلت الاكل وكمان حليت بالحاجه الحلوه معاه وشربت الحاجه الساقعه، اتبسطت واتكيفت تمام التمام، والراجل حاسب قدامك وانت ما دفعتش حاجه. هو طبعا بيحاسب عشان بعد كده انت اللي هتحاسب على كل الطلبات، هياخد كل اللي في جيبك عشان يخدعك. يبقى قلت المظاهر الخارجيه هي دعم الجاني في ادعاءاته الكاذبه ببعض المظاهر الخارجية. المظاهر الخارجية زي ايه؟ تدخل الشخص لتأييد مزاعمه، القيام بأعمال مادية، الاستعانة بظروف قائمة. طب مشروع كاذب، مشروع كاذب زي ايه؟ ان انا بهيئ لك زي ما قلنا ان انا هعمل لك مدينة الاحلام، مدينة بقى فيها ملاهي وفيها حمام سباحة وفيها كل الرفاهية، وسائل الرفاهية اللي انت متخيلها، واقول لك الشقة فيها ب50,000 جنيه، انت هتفرح. طب ازاي؟ ازاي؟ هقول لك لا، اصل انا عاملها عشان خاطر الخير وان انا مش محتاج الفلوس دي. مفيش الكلام ده، انا طبعا بضحك عليك في المشروع ده، او اجي اقول لك عندي مكنة هتدخل فيها الفلوس، تدخل 100 جنيه تطلع لك المية دي 5,000. هو في كده في الدنيا؟ بس هو قدر يقنعه ان فعلا كلامه صح، مع ان بالمنطق لو انت جيت فكرت هتقول ايه؟ زي مثلا البيتكوين ده اللي خد فتره كان بينصبه على الناس على حس البيتكوين. انت ما عندكش اي وسائل فنيه ولا تقنيه ولا عندك اي معلومات عن المشروع ده، يبقى ازاي تدخل حاجه انت مش عامل لها دراسه جدول بحيث ان انت تدرس المشروع وكل مظاهره خارجيه وداخليه؟ لو انت بقى ما عملتش كده يبقى ما تلومش غير نفسك، يبقى مشروع ايه؟ كاذب. تاني حاجة، احداث امل بحصول ربح وهمي، ان انا هقنعك الالف جنيه اللي معاك في ظرف سنة هتبقى 100,000 جنيه. ليه؟ ايه المشروع اللي انا هدخله هيدخل لي ده؟ ده انا لو بعت ايه برضو يعني مش هتبقى بالمنظر ده بالربح السريع، او الالف جنيه هتبقى 3,000,000 جنيه في ظرف سنة. تيجي انت تقول ده انا هطلع كل بقى اللي في البنوك عندي وبيع ذهبي عشان خاطر ال5 مليون اللي عندي او ال2 مليون اللي عندي في ظرف سنة يبقوا 20 مليون، اذا كان الالف هتبقى مليون، يبقى المبلغ اللي معايا هيجيب كام؟ وطبعا الراجل النصاب ده بيبقى شاطر جدا وذكي، يعني ذكي فوق ما تتخيل، بيقنعك حتى لو انت بالمنطق مش مقتنع بالكلام، هو بتبقى ليه وسائل بيتدخل بيها بيقنع بيها الضحية ويخليه يبقى ايه؟ يبقى تحت ايده ضحية بالنسبة له. بس ده برضو مش هيجي غير لما انت نفسك تكون طماع. احداث امل بحصول ربح وهمي. تاني حاجة، واقعة مزورة، الايهام بسداد مخالصة مزورة، الايهام بسداد دين غير صحيح، يقول لك انا والله هسدد كل الديون اللي عليك، الايهام بسداد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال، يقول لك ده 100,000 جنيه اللي انت دفعتها شهر بالكتير، وهيبقى عندك بدل 103 هتاخد رأس المال بتاعك بلص الربح. يجي بعد شهر يديك يقول لك خد ادي 100,000 جنيه، ادي منها 50,000. انت تقول ايه ده؟ نص فلوسي رجع لي في ظرف شهر؟ ده انا كمان ده انا هج... ده انت 100,000 جنيه دي ايه؟ ده انا هطلع كل اللي معايا، ده انا هبيع كل اللي عندي طالما في شهر. يجي الشهر اللي وراه عشان يطمعك اكتر يديك 100,000، يقول لك كده ادي وصلك رأس مالك الاولاني، تروح انت ام تديله ايه؟
300 ألف. أول ما أنت تديله ال 300 ألف أو ال 500 ألف يبقى شكرا، ده كل فلوسك اللي عندك. والله هو ده، أنا جمعت وبعت العربية وبعت الشقة اللي حلتي عشان خاطر إيه، وزودت كمان من الفلوس اللي أنت اديتهاني، الربح اللي أنت اديتهولي عشان أزود رأس المال. يجي الراجل يتأكد إن هو خلاص باع كل اللي حلته، بخ ما يلاقوهوش، ويلاقيه طار وياخد كل أحلامه ويطير بيها. يبقى ده كده هنا عمل عندي اسمه إيه؟ الإيهام بسداد مبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال. ده بسميها كلها استعمال الطرق الاحتيالية. يبقى استعمال الطرق الاحتيالية عندي متمثلة في مشروع كاذب، إحداث أمل بحصول ربح وهمي، واقعة مزورة، الإيهام بسداد مخالصة مزورة، الإيهام بسداد دين غير صحيح، والإيهام بسداد المبلغ. يجي ممكن يقول لي في الامتحان تكلم عن استعمال الطرق الاحتيالية أو أذكر الطرق الاحتيالية المستخدمة في جريمة النصب. طب الركن المعنوي عندي في جريمة النصب قال لي توافر القصد الجنائي. عشان يتوافر عندي القصد الجنائي احنا قلنا علم وإرادة. قال لي العلم اللي هو من خلال ايه؟ العلم بالاحتيال، ان انا عارف ان انا بستخدم الوسائل دي، استخدم القلم ده عشان انصب بيه على الناس، اقول له ده قلم بتحطه هو بيكتب، وبعد شوية القلم ده بعد ما بيكتب بيتحول الحبر بتاعه لفضة او ذهب، وده طبعا كلام في الخيال، بس هو بيقنع الضحية، يجي يوري له صور مش حقيقية ويقنعه، يستخدم وسائل احتيالية عليه، يجي يقول له والله انا عندي مكنة، المكنة دي بتطلع بعد ما تدخل فيها القطن تقوم مطلع ذهب، تحول القطن لذهب. هل يعقل الكلام ده؟ برضو لا ما يعقلش، بس هو نصب عليه باستخدام الاحتيال، وهو عالم ان هو لما استخدم الاحتيال ده كان بينصب عليه. زي برضو مسلسل العراف لما النجم عادل امام كان بيقنع التماثيل المزورة اللي كانت عنده اللي قدامه ان هي تماثيل حقيقية عشان ياخد ربح ودخل جامد منهم. يبقى العلم بالايه؟ بالاحتيال اول حاجة عندي. تاني حاجة اتجاه ارادة الجاني الى سلب الثروة. انا قلت اتنين، اي ركن معنوي لازم يتوافر عندي القصد الجنائي ومن خلال ايه؟ العلم بلس الارادة. قلت العلم زي ما شرحناها اللي هو استخدام الاحتيال، ان انا عالم ان انا بحتال على الراجل ده وبالرغم من كده بستخدم وسائل الاحتيال. طب الإرادة، اتجاه إرادتي لسلب الثروة، أنا تفكيري كله إزاي أنصب وأقلب الراجل ده، إزاي أخد كل الفلوس اللي معاه وأنصب عليه. يبقى ده الركن المادي والركن المعنوي. طب العقوبة بقى، القانون هيسيب الراجل النصاب ده كده من غير ما يديله أي عقوبة؟ إزاي يعني؟ أي حد بيرتكب أي سلوك خارج لازم يبقى ليه في النهاية عقاب. انت لو مشيت كويس هيبقى ليك ثواب، هتبقى حاجة كويسة في المجتمع، ربنا هيكرمك ان شاء الله، تتخرج لسوق العمل من خلال منظومة الجدارات. الحقيقة يعني التعليم الفني عامل تكنيك هايل فيها، ان شاء الله لكل مجتهد نصيب، هتبقى حاجة فوق الوصف، هتطلع لسوق العمل تبقى بني ادم ناجح بشغلك ومجهودك وتعبك. لكن قلت لا انا هقعد في البيت وهقعد انصب على الناس وهكسب وادور على المكسب السريع، يبقى تعال اعرف العقوبة هنا هتبقى عندك ايه. العقوبة قال لي هي جريمة النصب التامة، الحبس ابتداء من 24 ساعة، الحبس ابتداء من 24 ساعة الى 3 سنوات. يبقى عندي من كام؟ من 24 ساعة لثلاث سنين سجن. حبس لا يتجاوز مدة سنة طبقا للمادة 336 عقوبات. يبقى عرفنا ايه هي الجريمة. الجريمة هنا زي ما انتم شايفين كان ليها تعريف، قلت تعريف جريمة النصب هي ايه، وكان ليها اركان، ركنين، ركن مادي وركن معنوي، وكان ليها عقوبة. نرجع تاني هنا، انا عامله لكم في شكل هيكل تنظيمي، نرجع للشاشة. جريمة النصب قال لي هنا التعريف بتاعها، والأركان ركن مادي وركن معنوي زي ما قلنا، والركن المعنوي عندي العلم والإرادة. الركن المادي بيتمثل في السلوك الإجرامي والعلاقة السببية والنتيجة، أما العقوبة فمتمثلة في الغرامة اللي هيدفعها النصاب، إن هو بيسترد المال ده منه بالإضافة إلى الغرامة، والحبس زي ما قلنا من 24 ساعة إلى 3 سنوات.
يبقى لما يجي يقول لي يتكلم معايا عن جريمة النصب كده، أنا لازم أعرف حاجات مهمة جدا. ممكن يجي يقول لي تكلم عن جريمة النصب وساب لي الموضوع مفتوح، يبقى في الحالة دي أنا هقول التعريف بالأركان بالعقوبة. يجي يقول لي لا أنا هفصل لك، اتكلم عن الطرق الاحتيالية، يبقى هنذكر الطرق الاحتيالية اللي شرحناها في أول الحلقة يا شطار. قال لي لا أنا عايز عقوبة جريمة النصب، يبقى هذكر له العقوبة اللي احنا قلنا من 24 ساعة لحد 3 سنين سجن أو حبس. طب نيجي نشوف جريمة تانية معانا من جرائم النهاردة. هنتكلم عن إن شاء الله جرائم الأحداث. والحدث قبل ما نبتدي وندخل عليه لازم نبقى عارفين إن الحدث ده نتيجة، هو الطفل اللي من عندي لحد قبل سن 18 سنة ده أنا بسميه في القانون حدث. احنا قبل ما نربي نفسنا لازم نربي ولادنا، يعني احنا بنتربى مع ولادنا، المفروض ان انا ما يبقاش في عنف زيادة عن اللزوم في البيت مع ولادنا، لان العنف ده بيبقى ليه نتائج مش كويسة، بيصدر عندي ناس او بطلع افراد المجتمع. الطفل ده النهاردة هو طفل، لكن بكرة ده هيبقى راجل شاب لو طلع عنده اي عقد نفسية، فده هيصدره للمجتمع اللي بره. لازم احنا نحافظ على ولادنا. اما بالنسبه بقى للي مالهمش ذنب، اللي بيبقوا المشردين او اولاد الشوارع، فبيبقى في دار رعايه متخصصه للموضوع ده. طب النهارده احنا هنتكلم بشيء من التفصيل عن جرائم الاحداث. الطفل الحدث ده لو عمل اي جريمه، يا ترى هنسيبه كده بدون عقاب؟ وهو هل لو انا دخلته مع المجرمين ما هيتحول هيبقى فرد مجرم زيه زيهم؟ هطلع عندي عملاق في الاجرام في يوم من الايام. طب يا ترى القانون حل المشكله دي ازاي؟ ومحكمة الحدث دي بتتشكل من ايه؟ وايه العقوبات اللي بتطبق على الحدث؟ كل ده هنعرفه بالتفصيل من خلال جريمة الحدث. لو جينا اتكلمنا عن جريمة الأحداث، ايه هو المقصود بالحدث؟ قال لي الحدث هو من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة، يعني الطفل اللي ما كملش 18 سنة، الطفل اللي ما كملش 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة. يبقى لما يجي يقول لي عرف الحدث هقول له ايه؟ هو من لم يتجاوز سن ال 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الحدث. دي اهم حاجة، يعني ممكن يكون واحد قتل وسنه 18 سنة ويوم، كده هو ما بقاش عندي حدث ويوم، ما بقاش عندي حدث. لكن 18 سنة إلا يوم أو 18 سنة بالتمام وقت ارتكاب الجريمة، يبقى كده أنا بعتبره عندي حدث وطفل يطبق عليه قانون الأحداث. يبقى لما نيجي تاني للشاشة لتعريفه، الحدث أنا بعيد تاني لأن التكرار بيعلم الشطار، وأنا عايزك تحفظ. إحنا مادتنا فيها نوع من الحفظ، بس الحفظ الشيق الممتع اللي بيخليك تستفاد من المادة، يعني مش الحفظ الممل. أنا بحفظ تعريفات وببقى فاهمها، يعني أفهم الأول وبعد كده إيه أحفظ. لازم نفهم الأول علشان نتعلم يا شطار. طب لو جينا رجعنا للشاشة، إيه هو المقصود بالحدث؟ قال لي هو من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. طب جه اهو قال لي سؤال، عرف الحدث. ضع علامة صح او خطأ. الحدث هو كل من بلغ 17 سنة ميلادية، صح الكلام ده؟ انا شايفة في ناس بتقول صح. لا لا لا، انتوا مش صحيحين معانا، نركز شوية. قلنا كام؟ كل من بلغ، كل من لم يتجاوز. شوفوا الكلمة دي بتأثر معايا في الإجابة، كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية. وبالنسبة على ذكر الإجابة، أنا عايزك أنت طبعا دبلوم غير طلبة النقل العاديين، تركز شوية سنة تالتة في طريقة إجابتك، لأن طريقة الإجابة هي اللي هتوصلك للدرجة النهائية. وإحنا مادتنا من المواد اللي هي سهل إن أنت تجيب فيها درجات. طب أنا هذاكر المادة دي إزاي يا مس والوقت زنق معايا وأنا خلاص الترم التاني ضيق؟ هنعمل ايه؟ هنمسك كل جريمه، يعني زي النهارده اتكلمنا عن جريمه النصب، واخدنا قلنا اتكلمنا في الترم الاولاني عن الرشوه وعن جرائم امن الدوله من جهه الداخل ومن جهه الخارج. انت كل اللي عليك ان انت هتمسك نص الماده تحفظه وتفهمه، هتحفظه وتفهمه كويس جدا،
وبعد كده هتلاقي نفسك انت بتطلع لوحدك الاركان والتعريف والعقوبة، ما انت حفظت خلاص نص المادة. طب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ انت خلاص بدأت بالحفظ، تطبق عملي بقى، تمسك الاسئلة بتاعت كل درس على كتاب الوزارة. والحقيقة كتاب الوزارة فيه اسئلة وافية جدا لكل معلومة انت عايزها، او من خلال هنا قناتنا قناة مصر للتعليم الفني هتلاقي اقوى سلسلة مراجعات نهائية ان شاء الله، انتظرونا فيها وتابعوا كل حلقاتنا لمادة قانون العقوبات. فانت بقى تحل الاسئلة دي في ورق فلوسكاب، تعمل زي نظام جدول لكل جريمة، تعمل التعريفات كلها، وجه المقارنة، يعني جريمة النصب تعريفها كذا، جريمة الأحداث أو جرائم الأحداث تعريف الحدث هو كذا، جرائم أمن الدولة تعمل مقارنة بين أمن الدولة من جهة الداخل وأمن الدولة من جهة الخارج، أركان الجريمة دي إيه وأركان الجريمة دي إيه، عقوبة الجريمة دي إيه عقوبة الجريمة دي إيه. ده كده أنت لميت المنهج كله من خلال جدول أو من خلال ورقة فلوسكاب، تلم كل التعريفات بتاعت الجرائم والاركان بتاعتها والعقوبات بتاعتها، يبقى كده برضو قدامك. وبعد كده تطبق بقى عملي، تحل الاسئله. انت كده اتفرجت على الحلقه وذاكرت وحفظت وطبقت الاسئله، ان شاء الله هتقفل وتجيب في الماده الفول مارك لو طبعت الخطوات دي، والخط يبقى منسق وجميل. يعني يا ريت انت عشان ما ترهقش المصحح، انا عارفه ان انتوا كلكم يا ولاد شطار وحلوين، فانت وبتحل كده وبتجاوب تبقى خط منسق وجميل وتبدع يعني فيه، انت وبتحل تبدع في الاجابه كده بس من خلال المنهج طبعا، ما نخرجش بره المنهج. نرجع تاني لموضوعنا عن الاحداث اللي هو عرف الحدث وضع علامه صح او خطا. الحدث هو كل من بلغ 17 سنه ميلاديه، وقلنا ده غلط. اللي ممكن يجي اكتب المصطلح القانوني من لم يتجاوز 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، اللي هو مين؟ الحدث. برافو عليكم يا شطار. طب التدابير القانونية المطبقة على الطفل، انا بطبق على الطفل حاجات عقوبات. احنا قلنا في بداية كلامنا ايه؟ بداية كلامنا عن الحدث قلت لكم احنا هنعرف من خلال الحلقة النهاردة او من خلال الجريمة الطفل ده لو ارتكب جريمة ايه اللي انا ممكن اعمله معاه. هاخده كده وارميه من الدار للنار وهو يعتبر طفل بريء يعني، وارميه في السجن على طول من غير ما الدولة والقانون صراحة برعوا ان هم يحاولوا يحلوا السلوك العدواني اللي عند الطفل من خلال التدابير القانونية اللي هنشرحها دلوقتي من خلال الشاشة. قال لي قسم القانون الاحداث القديم 101 العقوبات التي توقع على الطفل، قسمت لي يا ولاد الاحداث لثلاث مراحل مرتبطه بسن الطفل، يبقى قسمت مرحله الحدث لكم مرحله؟ ثلاثه. اما القانون الجديد فقسمهم لمرحلتين فقط. طب الحدث الذي لم يبلغ سن ال 15 سنه وقت ارتكاب الجريمه انا هعمل معاه ايه؟ وهنشرحهم بعد كده بالتفصيل. التوبيخ، التسليم، الالتحاق بالتدريب المهني، الالزام بواجبات معينه، الاختبار القضائي، الايداع في احدى المؤسسات الرعايه الاجتماعيه، الايداع في احدى المستشفيات. تاني، انا الطفل لو ارتكب عندي جريمه وهو لم يبلغ ال 15 سنه وقت ارتكاب الجريمه يبقى هطبق عليه حاجه من دول من التدابير دي، يا اما التوبيخ او التسليم او الالحاق بالتدريب المهني او الالزام بواجبات معينه زي ما هنعرفها دلوقتي، الاختبار القضائي، الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والإيداع في إحدى المستشفيات. طب يجي بقى يفصل لي، أنا عرفت كده هما في عندي توبيخ، في تسليم، في إيداع في مستشفيات رعاية اجتماعية، أعرف بقى حاجة حاجة بالعامية كده يعني إيه توبيخ؟ إن أنا بوجه اللوم للطفل ده، بقول له أو بعنفه بمعنى أصح، ما تعملش السلوك ده تاني بس الطريقة يعني صعبة شوية. طب قال لي في القانون بقى تعرفها ايه عندي؟ هو توجيه المحكمة، المحكمة بتوجه اللوم والتأنيب، اهو اللي لسه بنقوله ان انا بأنب ضميره عشان ما يعملش ده، اقول له والله في ثواب وفي عقاب، فيرد السلوك الخطأ اللي انت عملته ما يتكررش منك تاني. هو توجيه المحكمة، اللوم والتأنيب الى الطفل على ما صدر منه من تحذير بألا يعود الى مثل هذا السلوك. يبقى انا كمحكمة بقول له عشان اجي ما يجي يقول لي تعريف التوبيخ او اكمل التوبيخ هو نقط، بقول له هو توجيه اللوم من مين؟ انا في البيت
اي حد شخص عادي، لا، اللي التوجيه اللوم والتأنيب من خلال مين؟ المحكمة على الطفل لما صدر منه من سلوك، يعني السلوك الإجرامي اللي هو عمله. واحد كان معاه زميله في الحضانة وراح مسك القلم ودخل القلم جوه ودنه. واحد تاني في ابتدائي وفي اعدادي، ودايما بتحصل المشاكل دي، ولاد بيتخانقوا مع بعض، مسك القلم وراح مدخله في عين زميله. فانا لازم اوعي، يبقى في توعية للاطفال في السن ده، اعدادي وثانوي، ده كله. ده انا عندي مرحلة اللي هي 15 سنة، ابلغه وافهمه ان انت لو عملت كده يبقى ايه النتيجة، هيبقى في عندي التوبيخ. للأسف وقت حلقتنا خلص، بس نكمل ان شاء الله معاكم الحلقة الجاية، ايه هي الوسائل او التدابير الاحترازية لمحكمة الاحداث. كان نفسي الوقت يبقى اطول من كده معاكم، لكن القاكم في حلقة جديدة ان شاء الله. سعدت بلقائكم اعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث مادة قانون العقوبات، كانت معاكم مس سارة.